وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم، حياكم الله. لو سمحت أنا عندي سؤالين. اتفضل. أول سؤال، في أنواع من السواك بتكون يعني منكهة بالعود أو بالمسك، فهل هي تفطر الصائم؟ ما يجوز يستعمل الصائم السواك الذي فيه طعم إلا في الليل، أما في النهار فيستعمل السواك العادي بدون طعم، وإن وجد طعمه في حلقه فينبغي أن يخرجه في منديل ونحوه.